في تجربتنا الجديدة حسب الترقيم، حسب التجارب اللي أخذناها في الدوام واللي رحنا وأخذناها حاليا، وهذه فهذه التجربة راح يكون رقمها رقم 9، أوكي، اللي هي كلورو ألكالي إندستري إلكتروليسيز أوف أن أي سي أل سوليوشن. بسم الله، يا ريت تركزوا معاي في هذه التجربة، فيها شوية كالكوليشن وفيها أمور ممتعة بس بدها شوية تركيز. كلورو ألكالي إندستري إلكتروليسيز of NaCl. إيش يعني electrolysis of NaCl؟ electrolysis هي process used to force non-spontaneous redox reaction to proceed forward. تفاعل عندك صعب يحدث، نحفز هذا التفاعل، طبعا non-spontaneous غير تلقائي، redox oxidation reduction reaction، ما بحكي redox oxidation reduction reaction non-spontaneous، هذا التفاعل مش سهل يحدث، non-spontaneous غير تلقائي، فحتى انه يحدث هذا الرياكشن لازم يكون في عندي باور خارجية، كهرباء خارجية تأثر في هذا التفاعل وتخليه يحدث. فمثال على ذلك رح ناخذ ايش electrolysis of NaCl. NaCl هو عبارة عن rock salt، أملاح صخرية موجودة عندنا في الطبيعة، بنعرفه كتير ملح الطعام اللي هو، وبنعرف أنه له استخدامات عديدة، في تجارب كتير استخدمنا الـ NaCl، ضروري جدا، بعض الابليكيشن له، اول شيء انتاج الهيدروجين، انتاج غاز الهيدروجين H2. طبعا هلا H2 له استخدامات، له استخدامات عديده، منها برودكشن اوف امونيا، انتاج الامونيا، انتاج الامونيا بيحتاج له H2، هيدرو كراكينج اوف كرود اويل، الماده او النفط او المادة الخام، الزيت الخام، هذا بيحتاج لحتى نعمل له هيدرو كراكينج بنحتاج الى H2، يستخدم H2 كريديوسينج ايجنت. يعني الهيدروجين استخداماته عديدة جدا، ممكن انت تفتح وتشوف ايش كمان ممكن احنا يكون له ابليكيشن. الصوديوم هيدروكسيد NaOH برضه نحصل عليه من خلال ملح الطعام، ملح الطعام NaCl ما تستقل فيه، هو مهم جدا واستخدامات عديدة جدا له، منها انتاج الصوديوم هيدروكسيد. الصوديوم هيدروكسيد معظم التجارب اللي مرينا عليها واللي راح نمر عليها برضو بتستخدم ايش الصوديوم هيدروكسيد. اذا بتروح عندك على الصناعات، على الان اورجانيك، على الاورجانيك لاب، على اللابات التحليلية، كلها هاي اللابات بتحتاج الى NaOH، ما في تجربة يعني، وخلينا نحكي معظم التجارب بدخل فيها NaOH. ايضا يستخدم في الكيميكال اندستري بشكل واسع، يستخدم في صناعه الصابون، يستخدم في صناعه الهاوس هولد ديتيرجنت، منظفات المنزليه، اذا استخدامات عديده وواسعه على NaOH اللي هو مصدره وبنحصل عليه من شيء بسيط في الطبيعه من الـ NaCl. ايضا الـ NaCl مصدر لشو؟ مصدر للكلورين اللي هو Cl2. Cl2 برضه استخداماته واسعه وعديده جدا، يستخدم في الاورجانيك كومباوند، في صناعه كثير من الاورجانيك كومباوند، في نعمل حتى نعمل كلورينيتد اورجانيك كومباوند، مركبات ندخل عليها الكلور، بنستخدم من كلور على شكل ايش؟ بنستخدمه على شكل كلورين اللي هو Cl2. ايضا سولفنت لايك CH2Cl2، دايكلوروميثين، يستخدم Cl2 في صناعه البلاستيك، في بيدخل في صناعات عديده من البلاستيك بي في سي، يستخدم في صناعه البليتش في المنازل، اذا برضه استخدامات عديده للCl2 اللي هو مصدره NaCl. طيب كيف ممكن نعمل هلا اناليسز لا او الكتروليسز لل NaCl؟ اول شيء لازم يكون معي محلول من ال NaCl، محلول الـ NaCl بنسميه البراين سوليوشن، براين سوليوشن يعني محلول ملحي من الـ NaCl، ندوب NaCl في مي بصير عندي محلول ملحي. النسبة راح تكون، نسبة الـ NaCl راح تكون 25%، يعني ويت بير ويت، كل 100 جرام من المي بنحتاج 25 جرام من الـ NaCl لحتى يكون عندي براين سوليوشن محلول ملحي. بعد هيك راح نحطهم وين؟ راح يكونوا موجودين في بيكر، ولازم يكون في عندي هون عازل، لازم يكون في ممبرين عازل بيناتهم، اوكي؟ راح نستخدم ايش؟ اقطاب الكترود، هذول لازم يكونوا انرت الكترود، بنستخدم عادي من العادي بنستخدم الكربون، اوكي؟ اقطاب من الكربون الجرافايت، اوكي؟ موصولين في عندي هون باتري، الباتري ايش وظيفتها؟ تمرر لي، تكمل لي الدارة الكهربائية وتمرر لي الالكترونات، تساعد على حركة الالكترونات من وإلى. بطارية بتدفع الإلكترونات، البطارية وظيفتها تدفع الإلكترونات من وإلى، من الأقطاب من الأنود إلى الكاثود. أوكي، هلا عندي هون زي ما حكينا، في عندي هون سوليوشن، سوليوشن الـ NaCl،
الان لما تحطه في الماء بده يتأين، بصير عندك ان اي موجود بلس وسي ال ماينس، واضافه لوجود المي. هذول الثلاث شغلات الموجودين عندي هنا في هذا البيكر، ان اي بلس سي ال ماينس اتش 2 او، مي بيناتهم حاجز. اوكي هلا شو اللي راح يصير عندي؟ طبعا في البطاريه هون الموصول بهذا القطب راح يكون هو الانود، الانود شحنته موجبه، الكاثود شحنته سالبه. شو اللي راح يصير؟ العكس، سي ال ماينس شحنته سالبه، الكلو السي ال ماينس وين راح يتوجه؟ راح يتوجه جهه الانود. اوكي الصوديوم ايون ان اي بلس وين راح يتوجه؟ راح يتوجه جهه الكاثود اللي هو اللي شحنته سالبه، بتوجهوا عكس الشحنات. تمام هلا شو راح يصير عند الاقطاب؟ عند الاقطاب هون على هذا القطب على الانود راح يصير عندي التفاعلات اللي راح تصير على الانود راح تكون ريدكشن. انتبه، انت مجرد ما شفت ان الكلور شحنته سالبه اي عنده زياده في الالكترونات بده يتخلص منها. كيف بده يتخلص منها؟ لما بده يتخلص منها تكون مع النواضج، اذا العمليه اسمها ريدكشن. على الكاثود اللي متوجه الموجب اللي هو الان اي بلس شحنته موجب، بما انه موجب عنده نقص في الالكترونات بده يستقبل الكترونات، فالعمليه لما بده يكون الالكترونات مع المواد الرياكت بنسميها ايش العمليه؟ بنسميها اوكسيديشن، او اللي راح يصير عندي هنا اوكسيديشن. تمام طيب خلينا نوضحها اكثر. هون عندي هلا التفاعلات اللي راح تصير زي ما حكينا عندي على قطب الانود راح يصير عندي ريدكشن. طيب هاي الانود توجه له السي ال ماينس زي ما حكينا، هون السي ال ماينس راح يتوجه لهذا القطب. طيب لما توجه على السي ال ماينس للقطب القطب الانود ايش راح يصير له؟ راح يصير له فقد للالكترونات، يفقد 2 الكترون. لازم يكون السي ال مش ذره مش ايون واحد، راح يكون اثنين مع بعضهم، اثنين موجودين عندي هون بيتاينوا بيفقدوا 2 الكترون بيرتبطوا مع بعض بيتكون عندي السي ال 2 الكلورين، بتكون عندي غاز كلورين سي ال 2 زائد 2 الكترون. انتبه هون عدد الالكترونات المفقوده الموجوده مع النواتج 2 الكترون. طيب هلا التفاعل الثاني اللي راح احتماليه انه يحدث هو ايش؟ هو انه المي ايضا يصير له ريدكشن. اوكي هنا ريدكشن. اوكي طيب المي موجود عندي هون سوري لا هنا اوكسيديشن يس تمام، وهنا ريدكشن. اوكسيديشن تمام. خطا مطبعي. اوكي اوكي هلا حكينا صح بس كتبنا شغله غلط. هنا عندي راح يصير هنا اوكسيديشن، راح يتاكسد السي ال ماينس الالكترونات حكينا راح تكون مع النواتج، واذا كانت مع النواتج اكيد اسم العمليه ايش؟ اسم العمليه اوكسيديشن. تمام هلا 2 سي ال ماينس تاكسد فقد الكترونات زياده عنده تحول على شكل سي ال 2 كلورين زائد 2 الكترون. المي ايضا موجوده عندي عند هذا القطب برضه ممكن ايش راح يصير لها؟ اوكسيديشن، راح تتاكسد راح تفقد الكتروناتها. عمليه الاكسده فقد الالكترونات loss of electron oxidation loss of electron، الالكترونات بتكون مع النواتج. اوكي هلا 2H2O المي 2H2O برضه راح يصير لها موجوده عند هذا القطب عند الانود اللي بيصير عنده اوكسيديشن برضه ممكن يصير لها اوكسيديشن. فاذا صار لها المي اوكسيديشن تاكسد المي شو بيعطيني؟ O2 زائد 4H plus زائد 4 الكترون. تمام انتبه الالكترونات مع البرودكت. هلا في عندي شغله مهمه جدا اللي هي الاي نوت، اي نوت للاكسديشن، اي نوت للاكسديشن رياكشن الاول كم؟ ماينس 1.36. اي اكسديشن للتفاعل الثاني كم؟ اي نوت اكسديشن للتفاعل الثاني كم اللي هو اكسديشن للمي؟ ماينس 1.23 فولت. اوكي هلا اذا بتطلع على القيمتين مالهم القيمتين قريبين من بعض، فهلا من المتوقع اكسبكتد انه التو رياكشن اوكي، من المتوقع او من المحتمل انه التو التفاعلين يحدثوا. ليش؟ لانه قيمه الاي نوت للاثنين قريبه لبعضهم، ولكن اكسبيرمنتالي الاكسبيرمنت في التجربه اللي بيحدث واللي بنلاحظه واللي بيتواجد عندي واللي رح نشم ريحته هو ايه؟ هو غاز الكلور سي ال 2. تمام اذا هنا اللي رح ينتج عندي هو سي ال 2، ما رح ينتج عندي اكسجين. متوقع انه ينتج عندي غاز Cl2 كغاز، يطلع عندي O2 كغاز، لكن حقيقة التفاعل اللي رح يحدث واللي رح ينتج هو Cl2 هو اللي رح ينتج عندي كغاز. اوكي هذا بالنسبة للأنود. بالنسبة للكاثود ايش رح يصير؟ ايش المتوجه اللي توجه للكاثود؟ هو وجود الـ Na+
نقص في الالكترونات راح يكسب الكترونات، اذا كسب الكترونات اسم العمليه ريدكشن، اوكي؟ وايضا موجود عند المي، اذا تفاعلان ممكن يحدثوا، ان اي بلس زائد الكترون يصير له ريدكشن راح ينتج عندي ايه؟ راح ينتج ان اي. طيب برضو المي اذا صار له ريدكشن ايش راح ينتج؟ راح ينتج عندي H2 زائد OH minus، وهذول التو رياكشنز لهم E نوت، E نوت ريدكشن. الE نوت ريدكشن الأول الصوديوم كم؟ minus 2.71. الE نوت ريدكشن لا المي كم؟ minus 0.83. هلا القيم الأقل هو اللي بيحدث، وزي ما احنا ملاحظين في فرق واسع وكبير بيناتهم، فاللي قيمته أقل هو اللي يحدث. إذا اللي راح يحدث هذا الرياكشن، الرياكشن الثاني. إذا الريدكشن اللي راح يصير عندي على الكاثود ريدكشن للووتر، أما الصوديوم ما راح يصير له ريدكشن، هذا راح يكون very difficult، ما راح يحدث. قيمة الإي نوت كتير منخفضة، هذا الإي نوت أعلى، فبالتالي اللي له قيمة نوت أعلى هو اللي راح يحدث، وهاي القيمة أعلى فالثاني هنا هو اللي راح يحدث. وراح نشاهد أو نلاحظ تصاعد بابلز غاز عندي الكاثود، هذا إيش الغاز اللي نتج هو الـ H2 غاز. راح نشاهد إذا هنا تصاعد غاز الـ H2 راح ينتج عندي H2 غاز، وهنا إيش راح ينتج عندي؟ راح ينتج زي ما حكينا Cl2 راح يكون على شكل غاز راح يتصاعد، اوكي؟ هلا بالنسبة للرياكشن كامل Na بلس NaCl زائد H2O راح يعطيني Na بلس زائد OH ماينس زائد H2 زائد Cl2، هدول هم الـ NaOH. H2 برضه اللي حكينا راح يتصاعد والCl2